بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرؤية الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز من الرموز الطيبة جدا والمحمودة في المنام. هنتكلم على رمز ليه معاني طيبة كتير. من أهم المعاني الطيبة للرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي ممكن يدل على إصلاح علاقة أو عودة علاقة، كمان لو شافته امرأة مطلقة من الرموز اللي بتدل على عودتها مرة تانية لزوجها أو لطليقها. برضو من الرموز اللي بتدل كمان على تبديل وتغيير في حال الرأي للأفضل وكمان الأحزن، فمن الرموز اللي بتدل على فرحة يمكن بعد حزن، على خروج من الضيقة. كمان من الرموز القوية اللي بتدل على الارتباط والزواج لو كان الرائي غير متزوج. برضو لو شافت الرمز ده امرأة متزوجة فبشارة ليها بالاستقرار في حياتها الزوجية، كمان من الرموز المبشرة ليها بالحمل. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رمز الخياط، رؤية الخياط في المنام أو رؤية تخييط الملابس، وبأخص لو شاف الرأي أنه بيخيط أو المرأة تشوف نفسها أنها بتخيط فستان. أول حاجة رؤية الخياط بشكل عام، لو كانت صاحبة الرؤية امرأة مطلقة أولا من الرموز اللي بتدل على إصلاح أمورها بشكل عام، كمان من الرموز اللي بتدل على عودتها مرة تانية لطليقها. كمان من الرموز لما تشوف المرأة المطلقة الخياط من الرموز اللي بتدل على تبديل في أحوالها للأحسن، فتبديل مثلا من الحزن للفرح والسعادة. كمان بشارة ليها بعوض هيجيلها من عند الله سبحانه وتعالى، هيعوضها عن فترة يمكن كانت صعبة في حياتها. كمان الفتاة العزباء أما تشوف الخياط في المنام برضو من الرموز اللي تدل على زواجها، وهيكون الزواج ده أو الارتباط ده أو الشخص ده هيكون شخص مناسب جدا ليها. كمان الفتاة العزباء أما تشوف الخياطة في المنام فبرضو من الرموز اللي بتدل على إنها فتاة صالحة وبارة بأهلها. كمان من الرموز اللي بتدل على دعم ومساندة برضو من قبل أهلها ليها. لما نشوف الفتاة العزباء إن هي بتخيط فستان، تخييط الفستان في المنام لما تشوف ان هي عند الخياطة وبتخيط ملابس فمن الرموز برضو اللي بتدل على خطوبة ليها وارتباط. لو شافت ان هي راحة للخياط فبشارة ليها بزوج صالح. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الخياطة في المنام فده استقرار في حياتها الزوجية والعائلية والتيسير كمان في أمورها. كمان رمز الخيط نفسه في المنام برضو من الرموز المبشرة أو اللي بتدل على الزوج. كمان إبرة الخياطة نفسها برضو من الرموز اللي ممكن تدل على الأبناء. لما تشوف المرأة المتزوجة إن هي بتخيط شيء مقطوع، يعني مثلا فستان، شراب، اي حاجه مقطوعه بشكل ان هي بتصلحها او بتخيطها، فمعنى كده ان هي بتحاول تحتوي امور في حياتها، بتحاول تصلح مشاكل او تصلح يعني علاقه مثلا. كمان المراه المتزوجه لما تشوف ان هي بتصلح فستان ليها لو كان عندها ابناء او بنات كبار فمن الرموز المبشره ليها بزواج يعني حد من أبنائها سواء بنتها أو ابنها. لما تشوف الفتاة العزباء هي راحة عند الخياط عشان تخيط فستان، تخييط الفستان في المنام فمن الرموز المبشرة ليها بفرحة وبقدوم سعادة. كمان تفصيل الفستان نفسه برضو من الرموز اللي بتدل على الزواج والارتباط بشخص قريب جدا، وكمان من الرموز اللي بتدل على الخطوبة وعلى الارتباط. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي بتخيط فستان
على حسب اللون اللي هي يعني حسب لون الفستان. فلو شافت ان هي بتخيط فستان لونه ابيض، فده استقرار في حياتها الزوجية، وكمان سعادة، وكمان فرحة هتعيشها في الفترة المقبلة. لو شافت ان هي بتخيط فستان احمر او فستان ازرق، فدي من الرموز اللي بتدل على حمل ليها، كمان بتدل على قدوم ارزاق. كمان لما تشوف ان هي بتخيط الفستان لونه اخضر، تخييط الفستان اللي لونه اخضر من الرموز برضو اللي بتدل على ان هي بتقدر تحتوي المشاكل بتاعتها، وكمان بتقدر تحلها او تتخطاها بسهولة. كمان الفستان الاخضر برضو من الرموز المبشرة بقدوم رزق ليها. لما تشوف ان هي بتخيط فستان اسود، لو هي ما بتحبش في الواقع اللون الاسود، فللاسف بيدل على حزن او قلق. لكن لو هي من الناس اللي بتحب اللون الأسود، فده بشارة ليها بمكانة بمركز هي هتحصل عليه. كمان رؤية الخياط في المنام نفسه، يعني ما يشوف الرأي ان هو رايح لخياط، اولا بشكل عام من الرموز بتدل على سعاده، وكمان على صلاح احوال الرائي. كمان ممكن تدل على مشروع جديد هيقوم بيه الرائي لو كان هو بيستثمر او عنده مشاريع، فمن الرموز اللي بتدل على قيامه بمشروع جديد. كمان من الرموز اللي بتدل على سعه في الرزق، وكمان على سمعه طيبه. كمان لما يشوف الرائي ان هو بيخيط قطعة من القماش، فبرضه من الرموز اللي بتدل على توبة وعلى استقامة وعلى خلاص من ذنوب ومعاصي. كمان لما يشوف ان هو بيصلح ملابس ممزقة، فبرضه من الرموز اللي بتدل على توبة وعلى صلاح حال الرائي. كمان رؤية الخيط والإبرة برضو من الرموز اللي بتدل على تخطيط للمستقبل وعلى نجاح وعلى إصرار إصرار على النجاح وعلى الإنجاز. كمان من الرموز اللي بتدل على قيام الرائي بمشروع زي ما قلنا، والمشروع ده هيعود عليه بالمنفعة وبشارة ليه بالنجاح، وكمان بتحقيق أرباح منه وكمان مكاسب. كمان من الرموز برضو لما يشوف الرائي ان هو بيخيط ملابسه بالخيط والإبرة، فدي اصلاح لشؤونه بشكل عام، وكمان فرج من هم. كمان ممكن تدل على عودة شخص غايب او عودة شخص مسافر، سواء كان مسافر او كان مفقود. كمان لما يشوف ان هو بيخيط على ماكينة الخياطة، فده إنجاز هيحققه، وكمان ازدهار في حياته بشكل عام. كمان من الرموز اللي بتدل على نجاحه وعلى تحقيق نجاح وتحقيق أفكار جديدة ممكن هو يعملها، سواء كان في مشروع جديد أو حتى في عمله. ده باختصار جدا رؤية الخياط ورؤية تخييط الملابس. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.